هذول اللي جو امس ضيوفنا اللي وصلوا امس إيه؟ ها إيه؟ اهل الجيب الله الله ما شاء الله. انا شوف وضعك استهل امس قاعد تقول الناس صار عندها النقص كالسيوم. انا والله ما فهمت بس ضحكتك تونس يا وانا حتى انا والله بس يلا خلاص نقص كالسيوم ايوه فاهم العين فهمت فهمت الرجعي يا اخي ترى الفقره تمشي الصبح الساعه 11 اوه بدري يعني من اليوم يعني احنا في الهواء ورياليتي وهذا تعبنا الله يعينك اكيد ننسى الله يعينك الله يعينك يا رياليتي يا ابو صحه وعافيه صحه طيب قم سوي قم سوي انا ترى قاعد جنبك مسوي حالي مستحيل لا اقلب الوجه الثاني واسوي حالي مستحيل صلى على النبي انا بيني وبينك اتفاق واضح وبين ومعلن جيب حليب تاخذ كوب تاخذ كوفي انت الحين هذا الكوفي الحليب وينه ما في حليب شوف اي حطه هناك حطه هناك ايوه حطه هناك حليب جيب والله زي الكوفي ثاني شيء يا ابو انا هنا قاعد تقهوي اي والله صح كذا خلص قهوتي انا جيب حليبك بارك الله فيك واسوي لك طيب اوكي ولا اذا عندك عرض ثاني ترى استقبل مو شرط حليب ايش فيك انت افصل معي ساعدني عليه قاعد شو المشكلة ما عندك مايك تعال 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 تعال, تعال هني عشان تسمع الناس ايش قاعد تقول لان الناس ما قاعد تسمعك ايش تقول شلون تفهم مايك مو مركب شو يقول الناس قاعد تشرب قهوة وانت جاي هنا تزعجها فؤاد شفت فهم اي فهمت طيب جبت الاغراض بالعكس تعال 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 بالعكس يا فؤاد تعال الرجال تعال تعال اقعد 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 ما شاء الله اقعد شنو جبت حبتين فول ايوه وبعد حبه طماط وحبه طماط اربع فلفل واربع فلفل حبتين بصل حبتين بصل ابغى شيء لا سلامتك انت بقهوه تبي قهوه انا ما اكل فول شوف بالله شوف مره ورا جيب لنا بيضتين ثلاثه وتعال ما بينك كلمه قد كذا الاسلوب يا اخي هذا اللي فضحنا ذا والله هذا اللي ما تقدر خلاص روح جيب بيض حاول تجيب بيض حاول تجيب بيض راح اذا ما جيت يعني ما في بيض اي خلاص ما في قهوه يعني كذا الوضع حلو جبت حليب قهوه شنو تقدر تقدم لي عرض الحين اوافقك يا اخي والله نسيت شنو نسيت؟ نسيت تجيب حليب؟ ايوه عندي حليب اربع لتر حلو؟ ايوه شنو غير الحليب؟ عادي ما اجيب وش خاطرك؟ ما في وش خاطرك؟ وش خاطرك؟ قلت لك في بيض ما في بيض ما في بيض وش خاطر اي شيء ابي اكل وجبه شنو اليوم فول ما تاكل صح لا فول ما انا وصيت على التميس الحين جاي يعني التميس اكله بدون فول يعني ما لا لا انا اقول لك شنو يعني اكيد فول ما راح اكله بيدي يعني اكله بتميس لا انا وصيت على تميس هذا جاي حج قاعدين بالديوانيه وانا وانا فاضي لك مروق عرفت وجاي اطقطق عليك طقطقه والله ما طقطق انت تطقطق على اللي ما يتطقطق عليه انا ايه طيب بس طق 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 طقكم لا يعني شنو في وجبه اليوم الغداء انت ايش تبي ابي هاشتاج وجبه الغداء لا انا مو المطبخ تقول ايش تبي على اساس ايش يا شباب انا شوف وش الخيارات المتاحه عشان نعلمك احنا وش انت بالمطبخ اليوم اي بالمطبخ انا اسم سعيد هاشتاج شنو انا ما فهمت فهمها انت تسوي كذا؟ ايه انا اسمي سعيد علمه طبخه اليوم وبعد ما علمه طبخه اليوم؟ طبخه اليوم المعلنه لا تعلمه فيها علمه باللي بالبوكس تبيني اعلم بالبلاك بوكس اي عشان اسوي القهوه ما فزت من جيت للقناه الا مره واحده معك يعني انت الحين حاط في كل ذهنك وعقلك اني ابيع تعال لا 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 ابيع نفسي شفت لا 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 يا حبيبي لا مقابل لا كل القهوه حقك لا ابو عناد لا لا انا مو حاط اول شيء انا مو حاط كل بالي وذهني انك تبيع نفسك عشان الصندوق الاسود لا اجل وشو يعني كلامك انت قاعد تقول قاعد تغايضني على شيء واحد ضميرك الصندوق الاسود خلاص 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 لحظه مو خلاص لا الحين انا انت قاعد خلاص رفضت الحين هذه علنيه معناها لازم يستوجب انه يتدخل فيها الاداره تدخل سويت انت علمت رفضت انت قاعد انا عرضت عليك صح هذا مو عرض ها هذه رشوه لا مو الرشوه طال عمرك انك تجيب لي حليب واسوي لي قهوه
نفس المبدا بالضبط. لا انت ليش حطيتها على البوكس الحين؟ هذه مقايضه، مقايضه مع المتابعين مو مع لا مقايضه حليب قهوه، مقايضه مع المتابعين. انت متسابق، انت مقدم عريق لك 13 سنه في البرنامج، صار مو صح؟ صح. بس قد والله بين قدر علي والله قاعد كم صدق بس الموضوع يعني عشان هو تعاون تعاون. احنا الحين نجي على الفطور، خلنا على الفطور. فطور انا الفول ما والله ما اكله، يعول بطني. حلو. وسبك ما تاكل يسبح ببطنك. اي كل يعني كل شيء له كل فعل رد فعل. والله انت تذكر اسمك. لا ما عليك، مخي دفتره ما يحتاج الحمد لله. عموما اسلم. انا الحين عندي قهوه اقدمها للناس صح؟ ما عدا ابو عناد. لا والله ابو عناد اكثر واحد شرب اقسم بالله العظيم. تمام. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني من باب انك تمون علي وتمون على قهوتي اسوي لك، يمكن اسوي لك بحكم انك مقدم وهذا كذا برا سياسات البرنامج برا الدنيا. حاضر. جديده هذه تمون تمون على قهوتي. ليش امسك؟ قوم سوي قهوه. قوم برا السياسات، قوم برا السياسات، قوم برا السياسات. دقيقه دقيقه. على اساس احرجتك. لا انا بمشي مع الاخير. اسلم. والله على اساس احرجتك. ايه ما عاد يجمع. شوف خلاص. تعرف الكاكاو الذهبي؟ هلا شكل مع بيض، انا ما اقدر افتح الباب. وانت وين كنت؟ كنت بحايل؟ لا رحت شرقيه، رجعت شرقيه. كم يوم؟ ها يوم الثاني، يوم واحد. زين كيف الشرقيه؟ كيف اجواءها؟ والله ما رحت عشان الاجواء. ها يلا لحقت، يمكن نمت في اليومين هذه ثلاث ساعات. الله يعين. اليوم خلاص كمل. طيب ها ايوه لازم نتفق، نتفق. ترى 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 والله العظيم ما بيطول عليك فقرتك وتبلش بعد شوي. اسمع اسمع، وانا الرجال صراحه توني فهمت البرنامج. اسمع اسمع، خليك فهمت البرنامج. هلا شوف بالايام الجايه حلو في كم شغله عليها الكلام، مو مو سياسه البرامج، سياسه ابو عناد. حلو، خليك من المكتسبين فيها وقم سوي لك قهوه. الموضوع مو كذا، انت انت مو راضي تفهمني، انت مو راضي توصل لفهمي البسيط. فهمك البسيط شو يقول؟ الكاكاو الذهبي. اوصل لفهمي البسيط. شفت؟ لا 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 لا, 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 لا انا بسيط. لا 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 انت توني قاعد اطلب لك هاشتاج انت بعد زعل علينا. ايش فيك؟ انا اسم سعد العنزي. ايش فيك؟ انا مساعد العنزي بعد. وش في شيء ثاني معناته كذا؟ لا لا بفوز بالهاشتاج. انا بقول ان شاء الله عرفت الكاكاو الذهبي اللي تحت قصدير بني. ايه ما يصير اقول اسمه. ايه عرفته، في كرتون يجي فيه 36 حبه. عشت عشت حبيبي منير. عشت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منير في قهوه؟ يبي قهوه؟ شكرا شكرا. شوف ما اقدر اتغايض وياه لان ما يبي قهوه. فانا تقدر تغير. ما يبي قهوه؟ ما يحب قهوه؟ شوي شوي كذا. في 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 بيض اق 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 بيض؟ لا ما في. خلاص انا بالله بالله في بيض؟ لا بيض واحد حبه اثنين حبه؟ ما في. خلاص روح ندرسها دراسه. الحمد لله شكرا. القريه كلها سنتي سنتي، عارف كل شيء فيها. شفت خوارزميات هذا الحديدة؟ ايه انا مركبها بالله عليك. مذكرها. ايوه ما تشوف ليومين ما دخلت الخوارزميات. ما تشوف ليه ما دخلت؟ ترى مو مطر. مذكرها، خليت صوتي صوت شو اسمه حاد. قلت خلاص كان بتروح للاداره بتاخذ منهم اصوات وبتغير بس زين. اسمع اسمع انا ما ابي اقول. لا يا ابو عناد شنو شنو شنو؟ انا اروح فنجال الشمري هناك. خلاص يعني ما تبي قهوه؟ لا لا هذاك فنجال. تبي قهوه ولا ما تبي قهوه؟ كل يوم الظهر تبي قهوه ولا ما تبي قهوه؟ ان شاء الله النجر الله يجزاه خير ويصلح قهوته ولا يقعد يسوي لنا سالفه طويله. وانا خوارزميات والله ما يقول حتى خوارزميات، اول ما اقعد جنبه يقول تقهو انت باقي شوي عرفت؟ وتقول لي تجيب لي اسم الحلاوه اللي قلتها قبل شوي. يعني ما تبي قهوه؟ اسلوب من اساليب ما انا اخذ التميس. شوف شوف شو الفرق. واخذ الفول
دقيقة أبو عناد عند خوي هناك. لا دقيقة عناد أبو عناد سام أبو عناد هذا وجاء سالم شمي. الله يا أخي اللي جيت أنا اللي جاي الله أنا اللي جايك خل أمشي أمشي تقهوة تقهوة. والله امشي. وين الفول وين الامور هذا وهذا والحين بقى على طول يعني شو مضبط الفول عشان ياكل فول ورايح تشرب عندك ماشي فهمنا الحركه فهمنا الحركه عشان ياكل فول بتروح تقهوى عنده عشان تقهوى عنده عشان ياكل فول انا ما اكل فول قلت لك قهوى عندك هذا صار لي ساعه قاعد اقول له ابي فنيجي من الحمره دي شلون قاعد ليه انت واقف جالس جنبه يعني خلونا اللعبه طول بلا الفصلة جاية علي كاملة يعني لا والله أبو عناد أنا ما فصلت عليك أنا حد أنا سمسيت سويت له قهوة بمقابل والله وش علي. المقابل مقابل يجيب لي كاكاو منين أنت بتجيب لك كاكاو منين يجيب لك كاكاو أنا مالي شغل أنت لا تسأل عن المص ما أسأل كي يلقى عند الكاكاو طيب أنت اليوم مطبخ مطبخ ها لا تسأل عن الدرجة المهم إن تشوف الوضع آخر شيء لا ما لا دخل أنت ليه مشخصن الموضوع أنا شخص أنا اسم سعد محمد عيد والله يا أبو فوز خالي اليوم ها فوزه هذا يضرب مخده ويقول فوز خالي ما يحتاج أنت تعرف الضرب للمقدم شنو يصير فيها قالك لحظة أنت تعرف لحظة تعرف الضربة بنظام صاحب القرار إذا ضربت مقدم ولا تخيل تخيل تروح تشتكي عليه يقول ضربني مخده تخيل يقول تقول له ضربني مخده تقول حق صاحب القرار يقول خصمت عليك أنت وعناد قسم أبو عناد قسم 300 طيب بعدين فيه مش ترى تفرق ضربة عن ضربة الحين الطفل هو الطفل إذا ضربته بعض الضربات يبتسم يدري إنك تمزح معه وأحيانا بس كلمة تخليه يبكي حسين في فرق ترى لا لابس نظارة شوف غير رأيه اسمع أقول غالي أبو عناد اليوم تفوز خالد ليش أنت ليه فوزه ما هو شغل بضرب ذراعه يا قلبي بذراعي ولا ب ب ب ما في ب ب ب ب ب ب ما في ب ولا بذراعي ما من وصايط عنده الله يسعدك حالف والله تبي قهوة شلون شمري قهوة إيه لا والله إيه قلت آش ما راح أدزلك باص سمح لي باص قل لي شلون لا والله قل لي شلون شلون كم سوي قهوة تبي قهوة؟ معلومك قول شلون؟ شلون؟ انت تعرف شلون؟ ابو سالم معلومك هلا والله ما شاء الله يا سالم عندي لك عرض ها ها اسلم هو اسم ابو سالم ولا سالم؟ لا ابو سالم العرض من هو ابو سالم ولا سالم؟ ابو سالم ها يلا ترى قاعد سالم ما يحتاج عرض اقول له ما في وخلاص هو يحسبني بقول ما يحتاج عروض لا بالعكس كلمة زينة أبو عناد هو رايح قال سالم الشمري أجي يصب القهوة بدون لا يشدني ولا يقول لي إيش تبي ولا ما تبي شيء زين يقول محمد أنا ليه شمري محمد القهوة شمري أبو سالم أبى أجيب لك قطعة ثانية من الشوكولات وعطى حبيبي نجيب القطعة الأولى ما عليك وعلي عندي هاي حبيبي موضوع ما تمشي علينا كلها اللي جاب لك القطعة الأولى بجيب لك الثانية وين القطعة الأولى اللي بيجيبها لك على اساس انت وثقت اني بجيب الاولى صح قطعه كاكاو زي اللي قاعد ياكل جيب قطعتين انا راضي انا ولد قطعه ما من راضي هل وجيه اسمع ما من راضي والله ونعم بالوجيه بس اقول لك ما من راضي خلاص نستريها شوي خالد جيب شوكولاته لا ابو عناد تبي من الماكينه الحين بسوي لك انا بقوم اصلح الفطور تصلح الفطور في خربانه وش اي خرب يا الله لا تم والله قديم والله ادري تم لا خل ابو عناد ارحب خذ فطورك وبسط ابو عناد خله ماذا مالك منها شوف يعني يبي ياخذ اللي يبيه وما يبي يعطينا اللي نبي مشكله لازم اللي تبيه تاخذه يا اخي من احنا نبي بعد ترى من ان صفات البشر هذه الحركه ليه من 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 ايش المتأنئنين ها من ايش ان ليه ما تسوي لك هو ايش شو القهوة ببلاش؟ ها؟ عيل ينطيك يعني ما انطاني شيء اقول انطيني ما ينطيني ابو عناد انطو انطو لو الشيء البسيط قلت له فول ما اكل فول قال تميز طيب عندك تسجيل تسجيل؟ دفتر ما عندي تسجيل لا متعود لا اسمع انا ما فيها قهوة ما فيها قهوة زادوش سلم واستلم تبادل مصالح تبادل مصالح
يعني نشتري كوب قهوة. يعني تخيل في واحد مني شاري 4 أكواب بلترين حليب. حلو. أبو عناد جاب لي لتر أمس وشرب 4 أكواب. حلو. خلص الحليب. طيب اسمع. بس معادلة ترب. خلي المعادلة على جنب. لأنك شارب الكوب الكبير. الكوب الكبير يعادل كوبين عندي. هذا المقياس يا أبو عناد. الكوب الواحد 100 ملي. والله شوف. وأنا شربت بكوب 200 ملي. 200 ملي 400 ملي. 400 ملي يعني نص لتر. طيب باقي لي نص. هذا شكله نفسه. باقي لي نص. باقي لك شنو نص؟ نص لتر. وأنا شنو جايب الحليب عشان أسوي لك قهوة شنو عشان ما أنا أسوي حق عمري. والله العظيم فهم غلط أبو. طيب أقول أبيه أبي قهوة. ها؟ أبي قهوة. فكر في والله ضبطت لك فنجان أبو عناد. أبو عناد. أبو عناد. شوف فنجان هناك. بس تبي قهوته خلاص كيف؟ والله قهوته على العين والراس والخشب. لا تحرق حاضر. راح تحترق كذا حروق من الدرجة الأولى والثانية. قم سوي لنا قهوة خلني أروق يا أخوي. والله العظيم واضح أنا من المتسابقين آخذ فما بالك مقدم استقلة من رايح جاي. خلاص أنا معطيك استغلال. طيب رايح جاي وين شايف جبت لي حليب أمس شربت نصه. خلاص استخدم معك جميع الأسئلة. خلاص عندي حل وسط. عندي حل. بلش بالحنة الحين. اسمع أبو عناد. هلا والله هلا خليه يقوم الحين وسوي لك قهوة بإذن الله. خلاص. بس بشرط تفوز خالي اليوم بالمطبخ. إيه سابقينك عليه وزعل علينا. والله العظيم زعل علينا الحين يهون حتى من قهوتك. شوف يا ويلك ويلك بحط الحرته في البصل يقطع. ها وين حطه؟ بالبصل. ترى مو قاعد تطالعك ابو عناد. بالبصل لا بصل. ابو عناد شفت ريالتي حقي؟ اي واحد منهم بس ريالتي لانك ترى شوف باليوم قبل قايل للربع يوم 50 بس راح اسويها. ها قايل للربع يوم 50 بس راح اسويها. يوم 50؟ ايه الحين كل يوم اسوي 3 مرات. لا خليك تكفى على الركب باللسان. ها لا يار. شوف ابو عناد والله ايوه يا ريالتي اليوم. ها هذه اليوم تطلع ترند. لا ريالتي حقي هذا. هذا ريالتي حقي. هاي واحد طلع ترند ارفع يا قضيه. يبطي فطورك ابو عناد. هلا ضبط العلاقه من طول متن النابو. وانت الحين مطحانتك هذه مال مو شغلك. خله ها خل خلنا نسوي ريالتي. اسمع شباب ابو دايره